مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث والسياسي الاستاذ نظير الكندوري. اهلا بكم استاذ نظير. حياكم الله. استاذ نظير، بدايه نود منك ان نعرف رايك بطريقه تعامل القوات الامنيه مع المعتصمين من حمله الشهادات العليا. يعني بعد ما راقبت اللي شفته في فض يعني تظاهرات هؤلاء حمله الشهادات، لم يعجبني سوى وصف لاحد النواب قال مع الأسف هذه نتيجة لأن الجهلة هم أصحاب القرار، وهو وصف دقيق فعلا ولربما يصف حالة وحال من قام بهذه الفعلة. يعني حملة الشهادات يفترض في أي مجتمع هم النخبة لهذا المجتمع، وهم مستقبل هذا البلد، وهم المفروض هم من يوجهون يعني هذه البلد إلى الطريق الصحيح. بينما يتم التعامل معهم في العراق يعني بذل وبإهانة، ويجعل حال أصحاب الشهادات يندمون لأنهم حصلوا على شهادات. هذا صاحب الشهادة يعني سيكون مثال سيء لما بعده من الأجيال الأخرى. يعني الآن الطالب في سن الإعدادية أو في سن الجامعة، ما الذي يدفعه لكي يكمل دراسته الذي هو مهم جدا للمجتمع ولتطور المجتمع؟ إذا يعني رأى أن مصيره عندما يحمل شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه أن يذل بهذه الطريقة ويهان سواء من الرجال أو النساء بهذه الطريقة المهينة وعلى يد ناس لربما لا يقرؤون ولا يكتبون، أو في أقصى تقدير هو خريج الابتدائية، ويهان من قبل هؤلاء. يعني كيف سيكون له دافع لإكمال دراسته؟ كيف سيكون يعني نحن في حالة تضخيم لحالة الأمية، في حالة تضخيم لحالة الجهل، وتدريجيا يحولون هذا المجتمع الذي كان يضرب به المثل في التعليم العالي وكانت تأتي له جموع الطلبة من الدول المجاورة ليكمل دراستهم في العراق، أصبح الآن طارد لهذه الكفاءات، أصبح الآن هو مصدر للجهل، أصبح الآن هو يضطهد كل من يحمل شهادة وكل من يعني يريد أن يطور هذا البلد. نحن نعيش في معادلة معكوسة. الآن هو الجاهل من يتحكم بالمتعلم. أستاذ نظير، ما دواعي استخدام القوات الأمنية للعنف مع المتظاهرين الذين كانوا يتظاهرون بطريقة سلمية؟ يعني أنا ما أرى أنهم لا يجدون غير هذه اللغة، لغة العنف والقوة. المتظاهرين تجاوزوا 100 يوم في اعتصاماتهم وتظاهراتهم أمام مؤسسات الدولة وبطريقة سلمية، وعبروا عن ما يريدون بالرغم من لدي بعض التحفظات لبعض هذه المطالب، لكن لم يرتكبوا أي خرق لقانون ولم يرتكبوا مسألة عنف ولا أي شيء يمت يعني بصلة لخرق قانون أو يعني أخلوا بمبادئ الأخلاق العامة. لكن كيف تم التعامل معهم؟ تعامل بالعنف وبالذل والإهانة، وهذا معناه أن هذه الدولة هي لا تريد، يعني هي تحارب أبناء شعبها، وليس كل أبناء شعبها إنما النخبة من أبناء هذا الشعب، يعني تحاربهم بهذه الطريقة المهينة. أستاذ نظير، التعيين هو حق مشروع لكل شخص في بلد غني كالعراق، لكن كما تفضلت هي تحاول محاربة موضوع محاولة تجهيل المجتمع، جعله يدخل في دوامة البطالة ودوامة الفقر. من المستفيد ولماذا؟ يعني أنا أريد أن أركز على الكلمة التي ذكرتها، محاولة تجهيل المجتمع. فعلا هذا ما تقوم به الحكومة أو النظام السياسي العام يعني منذ الاحتلال ولحد الآن. الآن يعني لنرى أين تكون التعيينات. التعيينات في مؤسسات الأمنية التي لا تتطلب شهادة عالية. التعيينات حتى في دوائر الدولة يتم عن طريق الأحزاب، ومن مسيطر على الأحزاب هم جهلة القوم. يعني من فلان ومن فلان لديه يعني حرف الدال الذي حصل عليه من حوزات قم وغيرها، هذه الشهادة التي جاء بها ليطور المجتمع العراقي. لذلك هي فعلا محاولة لتجهيل الشعب العراقي. الشيء الآخر، أنت ذكرت بأن التعيين هو من حق المواطن. أنا ربما أختلف في هذا الموضوع. نحن يعني أنت بسبب يعني تجهيل لهذا المجتمع أصبحنا نتعامل مع دولة موظفين. يعني الدولة لا تقاس بتطورها بعدد موظفيها، إذا كان عدد موظفين كبير فهي دولة متطورة. بالعكس، الآن الدول المتطورة كلما ازدادت ترشيقا وقللت الموظفين هذا أفضل، ولكن ماذا تفعل؟
تفعل بأنها تفتح فرص العمل، تفتح المجال واسع للقطاع الخاص لكي يمتص كل هذه البطالة. يعني هذا صاحب الشهادة الماجستير والدكتوراه يجد عمله في شركات خاصة ممكن تعمل، والشركات الخاصة لا تستطيع أن تعمل في هكذا نظام لا يفسح لها المجال. يعني الآن أبسط شيء، يعني أي مواطن يريد أن يفتح عمل لكي يوظف عراقيين للعمل في معمل أو مؤسسة أو أي شيء آخر، يجب أن تفرض عليه الأحزاب المشاركة. يعني على مستوى مطعم يجب أن تشارك ميليشيا، على مستوى شركة صغيرة يجب أن تشارك الأحزاب، لذلك رأس المال يهرب من العراق. نعم، بنفس هذا المبدأ، مبدأ الطائفية والمحاصصة التي تفرضها الميليشيات، كان هنالك الكثير من ردود الفعل عن فضل اعتصام، منه ردة فعل نوري المالكي على الطريقة التي تم بها فضل اعتصام واعتراضه على الحكومة لتعاملها بهذه طريقة مع المتظاهرين. كيف تقرأ تصريحاته؟ رد فعل المالكي، وليس المالكي بالمناسبة، كذلك قيس الخزعلي هذا الميليشياوي، وكذلك عمار الحكيم، والآن موسم يعني للتعاطف مع هؤلاء أصحاب الشهادات. والحقيقة هم لو كانوا الآن في يعني أمرة هؤلاء القوات لفعلوا ربما أكثر. والمالكي نفسه يعني تصريحاته حقيقة مضحكة، هو فعل أكثر من هذا بكثير في عهده، أيضا خرج التظاهرات في ساحة التحرير وكذلك الاعتصامات التي حدثت في المناطق السنية. نعم. كيف واجهها؟ واجهها بالحديد والنار. يعني الآن يعني أحمد الله على أن أصحاب الشهادات لم يقتلوا، كان يفترض يعني لو كان المالكي مثلا بدل عادل عبد المهدي لربما قتل هؤلاء، لا يتورع عن قتلهم. هذه اللغة التي يفهمها يعني هي هذا المستوى الوضيع الذي يتعامل به هذا النظام. لذلك عندما يذكر كلمات بالتعاطف ويجب أن نتعامل معهم بالحوار، بل يقول أيضا يجب أن نتعامل معهم قانونيا ودستوريا. وأنا لا أفهم يعني ماذا يقصد قانونيا، هل يريد أن يزجهم بالسجن وفق القانون على اعتبارهم متظاهرين أساءوا للوضع العام وأنهم تظاهروا بدون ترخيص؟ ربما هكذا يقصد، لكان زجهم كلهم بالسجن لأنهم أضروا بالنظام العام وتظاهروا من غير ترخيص. أستاذ نظير، هذه المتاجرة إن صح وصفها ومحاولة ركوب أمواج للناس من أجل مكاسب حزبية أو شخصية، ما الذي يقف خلفها وهم في النهاية يتقاسمون نفس الكعكة؟ يعني نور المالكي هو خارج السلطة نعم، لكنه يدير كثير من الأمور في العراق، وهم في النهاية تبع لنظام واحد واستراتيجية موضوع. ما الهدف من محاربة الآخر؟ يعني الكثير من المحللين والمراقبين الوضع السياسي يكاد يجزم بأن الدولة العميقة يقودها المالكي. يعني معظم المدراء على مستوى مدراء عامين، على مستوى مدراء دوائر مهمة، هم يدينون الولاء ما زالوا لحد الآن إلى المالكي. لذلك أي ضرر بهذا النظام السياسي سوف يتضرر شخصية مثل شخصية المالكي. وكذلك الوضع بالنسبة لقيس الخزعلي والعمار حكيم، الآن هؤلاء هم مستفيدين من هذا النظام، وأي خلل في هذا النظام السياسي سيؤثر بشدة على مصالحهم. لذلك هم يحاولون امتصاص أي زخم ممكن يعني يحدث في خاصة مع مثل هكذا شريحة. لكن أنا بهذه المناسبة يعني أرجو أن تعطوني الوقت لأؤدي رسالة إلى أصحاب الشهادات. أصحاب الشهادات يعني أنا حقيقة أستغرب وأستعجب من أنهم يخرجون لأجل الحصول على وظيفة، بينما الآن الشعب العراقي وهو يعاني من كل هذه المعاناة عينه تنظر إلى أصحاب الشهادات بأن يجد له الحل لهذا الوضع المزري للبلد. من يقوم بالتغيير؟ حقيقة الآن نحن نعيش في وضع مزري. من يقوم بالتغيير؟ هل يقوم به الرجل البسيط كفلاح أو عامل؟ هذا يعني يتمنى الخير ولكن لا يعرف كيف يحدث. تقصد أنهم اختصروا مطالبهم فقط في توفير منصب في عمل، في يعني وظيفة عمل، وفيه شيء أيضا يعني من الأنانية. يجب على حقيقة على أصحاب الشهادات الذين هم جمجمة الشعب، هم العقل المفكر لهذا الشعب، أن يرصوا صفوفهم، وبدل من أن يتظاهر لأجل وظيفة لنفسه يجب أن يتظاهر ضد هذا النظام السياسي، لأن تغيير هذا النظام السياسي فيه ضمانة له ولغيره.
بالوظيفة وبفرصة العمل، ليس فقط لأصحاب الشهادات إنما لكل الشعب يستطيع أن يعيش في بحبوحة، خاصة إحنا بلد يعني ليس فقير، بلد غني لكن موارده يعني مشتتة ما بين هذا النظام السياسي الفاسد المتظاهر الآن. الشعب العراقي يتمنى وينظر إلى أصحاب الشهادات بأن يجدوا له حلول لهذا النظام السياسي المتهالك. يجب أن يكونوا هم من يقودون التظاهرات لإقالة هذا النظام. يعني هذا ما نرجوه من أصحاب الشهادات. 100 ويومين التي قضاها المعتصمون الآن، ألم تعطيهم النظرة كما تفضلت بأن انظروا إلى مستوى أبعد؟ يعني 100 ويومان أنتم تقفون ولا أحد يستمع لكم بكلامهم، بكلام الشباب. نعم، وهذا الذي أستغربه، يعني هذه التظاهرات هي ليست جديدة، هي تظاهرات حدثت في سنوات سابقة أيضا وعلى نفس المطالب. أنا أقول يعني أن بعض أصحاب الشهادات قد انطلت عليهم الخدعة بأننا نحن نعيش بعد الاحتلال في نظام ديمقراطي، وإن شئت إذا تريد حقوقك يجب أن تتظاهر وتأخذها بطريقة سلمية. من أين أخذ طريق يعني بطريقة سلمية؟ أخذ حقوقي من قيس الخزعلي الميليشياوي الذي يقتل الناس؟ أخذ حقوقي من المالكي الذي بطش بالشعب العراقي طيلة 8 سنوات؟ من أين حصل حقوقي بالتظاهرات؟ هل تتوقع أنك تحصل على حقوقك بأن تكتب نحن حمل الشهادات وأحصل حقوقي بالتظاهرات من ناس قتلة وميليشياويين؟ هذا شيء يعني منافي للعقل والمنطق. يجب أن يرص صفوفهم هؤلاء أصحاب الشهادات، هم العقل المفكر للشعب العراقي، يجب أن يرص صفوفهم ويجد طرق العملية لإقالة هذا النظام وتأسيس نظام حقيقي منبثق من الشعب نفسه لتغيير واقع الحال، وإلا نحن نظل في دوامة. وهؤلاء الآن تظاهروا بالمئات، ربما غدا سيكونوا عشرات ويكونوا أفراد وينتهي الموضوع ويصبح مجتمع جاهل لا يقوده. الآن مشكلة الشعب العراقي أنه لا توجد قيادات لقيادة هذا الحراك. الناس تريد التغيير ولكن لا تعرف كيف يتم التغيير. من يعرف كيف يتم التغيير هم أصحاب الشهادات، مسؤوليتهم ضخمة وقوية، يجب أن يأخذوا دورهم، لا أن يتظاهر لأجل أن أحصل على منصب أو أحصل على وظيفة لكي يعيش وليذهب الشعب العراقي إلى الجحيم. يعني هل ترضى لنفسك أن تكون موظف وتحصل على راتب ولكن أنت تعيش في الشارع مليء بالأوساخ وليس لديك ماء صالح للشرب وليس لديك كهرباء وتهان كل يوم؟ هذه الحياة التي يتمناها أصحاب الشهادات؟ هذا عيب في حقهم. يجب أن يتظاهروا ليس من أجل الشهادة، من أجل الوظيفة، يتظاهروا لقلب هذا النظام وتأسيس نظام آخر جديد على أساسه يكون المواطن. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، كنت ضيفنا في استوديو الرفيدين.